الاس بتساوي كام عند الستارتنج اللي احنا بنسميها لساند ستيل؟ الان بتساوي صفر، وبالتالي الاس بتساوي واحد. نقدر اقول ان القوانين بتاعتنا ان التورك بتاع الستارتنج بيساوي كام؟ بيساوي نفس التورك، بس هشيل الاس واحط مكانها واحد، اللي هو 3 في الفي فيز تربيع في الار 2 داش. طبعا كان فينا اس فانا شلتها، على اوميجا اس مضروبه في ار 1 زائد ار 2 داش، وطبعا ار 2 داش دي كان موجود عليها تحت هنا اس وانا شلتها عشان هي ب 1، زائد اكس 1 زائد اكس 2 الكل تربيع. كان التيار بتاع الستارتنج بيساوي الفي فيز على الجذر التربيعي ل ار 1 زائد ار 2 الكل تربيع زائد اكس 1 زائد اكس 2 الكل تربيع. واتفقنا ان انا لو جيت ارسم الرسمه بتاعت الكيرف دوت هيطلع معايا، لو كان هنا رسم التورك مع السبيد، تورك مع السبيد، قلنا ان التورك بتاعنا هيطلع حاجه بالمنظر ده كده، اللي هو عند الستارتنج فيه ايه؟ فيه هنا عزم معين اللي هو بيتمثل لك بالقانون ده، اللي هو هنجيبه بالقانون ده. انما لو جيت ارسم التيار بتاعنا، التيار علاقه مع السرعه، هتلاقي ان التيار بتاعنا جاي بالمنظر ده كده. ده التيار بتاعنا. عند الستارتنج بيكون فيه ايه؟ بيكون فيه قيمه التيار عالي جدا، وطبعا انا بشغل عند نقطه معينه دي عند النقطه ديت، فبلاقي ان هنا ايه؟ بلاقي ان هنا قيمه التيار ايه؟ قليله، تمام؟ قيمه التيار قليله جدا، بس عند الستارتنج بيكون فيه قيمه التيار ايه؟ تيار عاليه جدا. فانا كل اللي انا عايزه، اللي انا عايز اقلل مين؟ عايز اقلل التيار بتاع الستارتنج، انا عايز اقلل التيار الستارتنج، فيا اما اعمل ايه؟ يا اما اقلل البص، يا اما ازود مين؟ يا اما ازود المقاومه، يا اما هقلل الجهد بتاع الفيز، يا اما هزود مين؟ هزود المقاومه، فهزود المقاومه ار 1 او ازود المقاومه ار 2. فدي الطرق بتاع الستارتنج. الطريقه الاولانيه ان انا اقلل الجهد، الطريقه الثانيه ان انا ازود مين؟ ان انا ازود المقاومات. اول طريقه ان انا هقلل الجهد. فاول طريقه في التقليل بتاع الجهد هي طريقه الستار دلتا، تمام؟ في طريقه الستار دلتا بيكون الموتور بتاعنا عباره عن موتور دلتا هيشتغل التشغيل الطبيعي بتاعه دلتا، ماشي؟ معنى ان هو توصيله دلتا اللي هي كنا بنوصل ايه؟ كنا بنوصل بدايه بنهايه، تمام؟ كنا بنوصل بدايه بنهايه، وكنا بناخد اطراف الكهرباء من النقط بتاعه ايه؟ من النقط بتاعه التوصيل، تمام؟ فده التشغيل الطبيعي. ان ده الموتور المفروض ان احنا هنوصل الثري فيز بتوعه، ده الفيزه الاولانيه، الفيزه الثانيه، الفيزه الثالثه، نهايه الفيزه ببدايه الفيزه الثانيه، نهايه الفيزه ببدايه الفيزه، نهايه الفيزه ببدايه الفيزه، وابدا اخد التوصيل بتاع الكهرباء من هنا. فده التيار مين؟ ده التيار بتاع السبلاي داخل عندك، ماشي؟ هيبدا ان هو ايه؟ يخش عندنا، يتوزع، يخش للموتور، تمام؟ كل اللي انا هعمله هاجي بطريقة ما اخليه اللي هو هيبدا ستار، اللي هو بدل ما اوصله دلتا اخليه يبدا عن طريق ان هو بادئ ايه؟ بادئ ستار، اللي هو بادئ بالتوصيله اللي هي الستار بتاعتنا دي. تمام؟ هيبدا ستار، وبعد كده بعد ما يبدا ستار ارجعه تاني مين؟ ارجعه تاني وهو شغال، ارجعه تاني ايه؟ دلتا. يعني هو بالاول اول حبه كده لغايه مثلا سرعه معينه هشغله ستار، وبعد فتره معينه اقوم جاي مرجعه مين؟ اقوم جاي مرجعه تاني ليه؟ الدلتا، لان التشغيل الطبيعي بتاعه ان هو ايه؟ ان هو التشغيل الطبيعي بتاعه دلتا، تمام؟ فعند زمن معين، بعد زمن معين، بعد ما ياخد سرعه معينه مثلا ياخد نص السرعه، ابدا ارجعه تاني مين؟ ابدا ارجعه تاني للدلتا بتاعته. لو جينا نركز كده، لو احنا شغالين في الدايركت اون لاين شغالينه ايه؟ شغالينه دلتا طول الوقت، يعني مش بادئينه ستار، لو احنا بادئينه من اول خالص بدانا ايه؟ بدانا دلتا، تمام؟ فاحنا بادئينه بالشكل ده، تمام؟ من هنا بادئينه بالشكل دوت، فنلاقي ان التيار اللي ماشي هنا، اللي ماشي جوه الموتور هو عباره عن ايه؟ وعبارة عن جهد الفيزة على مين؟ على المقاومة بتاعت التيار، بيساوي جهد على مين؟ على المعوقة، بيساوي من التيار بتاع الموتور، بيساوي مين؟ بيساوي الفي لاين على الزد، على الزد بتاع مين؟ الفيز، لأن في التوصيلة الدلتا الفي لاين بيساوي مين؟ الفي فيز، فهنا التيار بتاع الفيزة اللي ماشي في الفيزة ديت بيساوي مين؟ بيساوي الفي فيز على الزد فيز، على الزد فيز، والفي فيز بيساوي مين؟ الفي فيز، الفي لاين. وعارفين ان التيار بتاع السبلاي، التيار بتاع السبلاي بيساوي مين في التوصيله الدلتا؟ بيساوي جذر 3 في مين؟ في التيار بتاع الفيز، بيساوي جذر
3 في تيار الفيز اللي هو في لاين على زد فيز. تمام؟ نفس الحاجه بقى اللي احنا بدأناه في الاول ستار وبعد كده علمناه دلتا. تمام؟ فاحنا في الاول يهمني بس لحظه الستارتنج، اللي يهمني لحظه مين؟ لحظه الستارتنج. فانا بداته مين؟ بداته ستار. هلاقي هنا ان الجهد هنا ما اتغيرش، الجهد ما بين الاثنين لاين ما اتغيرش، اللي هو الجهد ما بين اللاين دوت واللاين دوت ما اتغيرش في لاين، وكذلك المقاومه زد فيز ما اتغيرتش. هاجي احسب التيار، انا عايز احسب التيار اللي ماشي في في الفيزه ديت. فالتيار اللي ماشي في الفيزه ديت عباره عن ايه؟ عباره عن جهد الفيز، جهد الفيز ده على مين؟ على زد فيز. جهد الفيز اللي هو بيساوي مين؟ بيساوي الفي لاين على جذر 3. فلان التيار عباره عن ايه؟ التيار بتاع الموتور بيساوي الفي فيز على الزد فيز، والفي فيز بيساوي مين؟ بيساوي الفي لاين على كام؟ على جذر 3. هلاقي ان التيار بتاع السبلاي بيساوي كام؟ التيار بتاع السبلاي هيساوي التيار بتاع الموتور، لان التوصيله بتاعتك ماشيه كده. هلاقي ان التيار بتاع السبلاي من الاي بتاع السبلاي بيساوي في لاين على جذر 3 زد فيز. نركز كده مع بعض. هنا لو كان شغال مباشر دلتا، بادئ دلتا مباشر، هلاقي ان جذر دلتا موجوده فين؟ في الباص. انما لو بادئ مباشر بستار، لو هو بادئ ستار وبعد كده قلبته دلتا، هلاقي ان جذر دلتا فين؟ في المقام. فلاقي ان التيار بتاع السبلاي، التيار بتاع السبلاي قل مقدار كام؟ قل مقدار التلت، قل مقدار التلت. لان لو جيت اقسم دوت على دوت هلاقي ان هو مين؟ التلت. دوت جذر دلتا في المقام، ده جذر دلتا في الباص. هلاقي لو قسمت ده على ده هيطلع معاك كام؟ التلت. اول قانون عندنا ان تيار السبلاي بيساوي تلت التيار في حاله مين؟ في حاله ان انا كنت شغال دايركت اونلاين، فكنت شغال مباشر دلتا على طول، بدا ايه؟ بدا تلتا. تاني حاجه تيار الموتور، تيار الموتور. لو جينا نبص لتيار الموتور، تيار الموتور اللي هو جوه الفيزه هنا بيساوي كام؟ بيساوي في لاين على جذر 3، انما هنا بيساوي الفي لاين على الزد، ماشي؟ فاقل مقدار كام؟ تيار الموتور قل مقدار جذر 3، تيار الموتور قل مقدار جذر 3، فالاي موتور بيساوي 1 على جذر 3 في الاي دايركت اونلاين. تمام؟ فانا الهدف بتاعي ان انا كنت اقلل مين؟ الهدف بتاعي الرئيسي ان انا اقلل التيار بتاع الموتور، فانا قللته بالستار دلتا عن طريق اللي هو قل مقدار كام؟ 1 على جذر 3. فالتيار بتاعك بدل ما كان هنا يبدا يبقى عندك بالشكل دوت، ده هيبقى شكل التيار، فانت قللت مين؟ قللت التيار. تاني حاجة لو جيت ابص بقى للعزم، لأن العزم بتاعك هيفرق معايا. لو جيت ابص للعزم، فالعزم بيعتمد على مين؟ العزم بيعتمد برضو على الجهد. جهد الفيز، جهد الفيز هنا بيساوي في لاين على جذر 3، جهد الفيز قل مقدار كام؟ مقدار جذر 3، وهنا متربعة، فهتلاقي إن التورك قل مقدار كام؟ التلت، قل مقدار التلت. فلاقي إن التورك بتاع الستارتنج بيساوي التولت التورك بتاع مين؟ الدايركت اونلاين. التورك في حاله الستارتنج، في حاله الستار دلتا بيساوي تولت مين؟ تولت في حاله اللي هو تولت التورك في حاله الدايركت اونلاين. فلاقي ان العزم بتاعنا هو كمان قل، فلاقي ان العزم بتاعنا هو كمان قل، فلاقي ان العزم بتاع الستارتنج حصل ان هو دي ستارتنج 2 بتاعتنا قلت عن مين؟ عن العزم بتاعنا. فلاقي ان الكيرف كله عمل حصل فيه ايه؟ الكيرف كله نزل لتحت، لان الكيرف كله نزل لتحت، حاجه بالمنظر ده كده، ماشي؟ لان الكيرف كله نزل لتحت، ماشي؟ فانا ايوه انا قللت مين؟ انا قللت اللي هو التيار، وده كان الهدف بتاعي، بس قصاد كده انا قللت مين؟ قللت العزم بتاع الموتور عند لحظه الستارتنج. فلو كان الحمل بتاعنا مثلا ده كده الحمل بتاعنا، ففي الحاله الطبيعيه الموتور ايه؟ الموتور هيشتغل، لان الحمل بتاعك، لان التيار التورك بتاع الستارتنج اكبر من مين؟ اكبر من التورك بتاع الحمل. انما في الحاله بتاعه الستار دلتا، هلاقي ان هو في حاله الستارتنج هو عايز مين؟ عايز حاجه تساعده، عشان ايه؟ عشان يكون العزم بتاع الموتور يكبر، عايز يكبر ايه؟ عايز يكبر شويه. ففي الحاله ديت مش تنفع معاك اللي هي الستار دلتا، لازم ان الستار دلتا يكون العزم بتاعها دايما ايه؟ العزم بتاع اللود دايما اقل من مين؟ من تورك الستارتنج اللي انت حصلت عليه دوت. تمام؟ دي المشكله بتاعتك، المشكله بتاعتك انك بتقلل مين؟ انت ايوه انت قللت مين؟ انت قللت التيار، ده الميزه انك قللت التيار بمقدار 1 على جذر 3، بس في نفس الوقت انت قللت معاه مين؟ قللت معاه العزم. تمام؟ الطريقه الثانيه في تقليل الجهد ان انا هستخدم اوتو ترانسفورمر. اوتو ترانسفورمر هو نفس القوانين بالظبط، بس بدل ما هي القوانين بتاعتك فيها 1 على جذر 3، هلاقي ان القوانين بتاعتك بقت عباره عن
دي 1 على جذر 3 هتبقى عباره عن مقدار متغير اقدر العب فيه. نشوف الكلام بتاعها او الشرح بتاعها. اي ستار اللي هي دي ولا قصدك مين؟ دي دي ال 20 ستار ولا دي ستار؟ ماشي تمام. قسمت على جذر 3، قسمت على جذر 3. بص انت الجهد بتاعك المفروض ان هو الجهد من اول هنا لغايه هنا تمام. جهد اللاين ثابت اللي هو جهد اللاين اهوت تمام. جهد الفيز بيساوي كام؟ جهد الفيز بيساوي الفي فيز بيساوي الفي لاين على جذر 3 لان التوصيله بتاعتك ستار، بيساوي الفي لاين على جذر 3. فالتيار اللي ماشي في المقاومه دي بيساوي مقدار الجهد اللي عليها على المعوقه بتاعتها، بيساوي في لاين على جذر 3 في الزد مين؟ في الزد فيز. فلان التيار بتاعك عباره عن في لاين على جذر 3 في الزد فيز. فلان التيار اللي ماشي هنا هو نفس التيار دوت هيكون عباره عن ايه؟ في لاين على جذر 3 في الزد فيز تمام. فهنا التيار قال لي مقدار كام؟ هنا التيار فين؟ جذر 3 في المقام. هنا جذر 3 فين؟ في البسط. هي دي الميزه اللي انا استغليتها في التوصيله بتاعت الستار دلتا. جذر 3 اللي هنا، وبص هنا التيار، هنا التيار بيساوي مين؟ في لاين على الزد فيز. من الخواص بتاعت الدلتا ان انا بكون عارف ان التيار اللي ماشي هنا اكبر من التيار بتاع الفيز، التيار اللاين اكبر من تيار الفيز بمقدار جذر 3. فاضرب دوت، اضرب الكلام دوت في كام؟ في جذر 3، فلاقي ان القوام بتاعك طلع بالشكل ده تمام؟ واضح كده؟ يعني هنا التيار اللي انا بجيبه ده تيار الفيز، التيار ده تيار، ده تيار لاين، ده تيار لاين جوه تيار الفيس، جوه تيار الفيس. يعني الاي اس ديت لاين، ده اللاين، ده اللاين ماشي. اي اس هي تيار اللاين اللي هو تيار السبلاي ماشي. نكمل. الطريقه الثانيه بتاعت الجهد هي اللي انا هستخدم اوتو ترانسفورمر، بمعنى ان انا بدل ما بقلل الجهد بمقدار 1 على جذر 3 انا هقلل الجهد بمقدار متغير. فيبقى عندك الموتور، يبقى ده عندك اللي هو الموتور ماشي. هستخدم بدل ما انا هقول اللي هو انا هستخدم معاه الفي فيز على طول، انا هحط بدل ما اقوم جاي مسلط عليه الفي فيز هعمل ايه؟ احط هنا اوتو ترانسفورمر في النص، هنا احط اوتو ترانسفورمر في النص هنا. فانا هقوم جاي حاطط الفي فيز زي ما هي، هقوم جاي حاطط اوتو ترانسفورمر بحيث ان انا اقلل مين؟ اقلل الجهد بنسبه اكس ماشي. وبعد كده نحط الموتور بتاعنا، نركز كده. ده الفي فيز ما اتغيرش اللي هو الجهد بتاع السبلاي ما اتغيرش، بس انا حطيت اوتو ترانسفورمر بحيث ان هو يقلل لي الفي فيز بمقدار مين؟ بمقدار اكس. فهنا الجهد اللي هي الجهد هنا اللي هو داخل الموتور عباره عن اكس في مين؟ اكس في الفي فيز تمام. قللت الجهد بمقدار اكس تمام. اكس ديت عباره عن رقم اقل من الواحد، فانا مثلا الاكس ديت مثلا بتساوي 6 من 10، فعباره الجهد بقى المسلط على الموتور عباره عن ايه؟ 6 من 10 من جهد الفي فيز تمام. فلاقي ان التيار بتاعنا، ان التيار بتاعنا قل مقدار قد ايه؟ التيار بتاع الموتور، تيار الموتور معتمد على الفي فيز على المباشر. فلاقي ان التيار بتاع الموتور اللي هو التيار ده، التيار بتاع الموتور بيساوي مين؟ بيساوي اكس في مين؟ في التيار في حاله ان انا كنت مستخدم ايه؟ دايركت اون لاين. بيساوي اكس في حاله مين؟ اكس في الحاله دي ماشي؟ لان الحاله ديت التيار ماشي ايه؟ ده التيار الدايركت اون لاين تمام؟ انا قللت الفي فيز بمقدار اكس، فطبعا التيار هيقل مقدار قد ايه؟ التيار اللاين هيقل مقدار اكس. نيجي نبص للسبلاي. لو جيت ابص للسبلاي فالمفروض ان احنا ايه؟ انك عندك دلوقتي ده ترانسفورمر بيقلل ايه؟ بيقلل الجهد، فالمفروض ان هو بيعمل ايه؟ بيرفع التيار، فالمفروض ان التيار دوت اكبر من التيار اللي هنا بمقدار مين؟ بمقدار اكس. فلان التيار هنا بيساوي اكس تربيع في الاي دايركت اون لاين ماشي. لان الاكس هنا صغير جدا بمقدار مين؟ بمقدار الاكس تربيع. فلان التيار بتاع السبلاي قل مقدار مين؟ قل مقدار اكس تربيع، تيار الموتور قل مقدار اكس تمام. جهد الموتور قل مقدار مين؟ جهد الموتور قل مقدار اكس نتيجه انت مستخدم ايه؟ مستخدم اوتو ترانسفورمر. فالقوانين في حاله انت مستخدم اوتو ترانسفورمر، اول حاجه بالنسبه للموتور، تيار الموتور هيقل مقدار نسبه التحويل مضروبه في تيار الدايركت اون لاين بتاع مين؟ بتاع الستارتنج. تيار الموتور عند الستارتنج
هيقل مقدار مين؟ هيقل مقدار الاكس اللي هي نسبه ايه؟ نسبه التحويل. تاني حاجه تيار السبلاي هيقل مقدار مين؟ هيقل مره بسبب اللي انت قللت الجهد، ومره تانية بسبب مين؟ بسبب الاوتو ترانسفورمر، فهيقل ايه؟ هيقل مرتين، هيقل مقدار اكس تربيع في الاي دايركت اونلاين. اخر حاجه التورك بتاع الستارتنج، التورك بتاع الستارتنج بيتناسب مع مين؟ بيتناسب مع الفي فيز تربيع، فالفي فيز قلت مقدار اكس، فالتورك بتاع الستارتنج هو كمان قل مقدار ايه؟ التورك بتاع الستارتنج قل مقدار الاكس تربيع في التورك بتاع الدايركت اونلاين. ده الحاله في حاله انت مش بتستخدم اوتو ترانسفورمر اللي هم دولت، تمام؟ ده في حاله انت مش بتستخدم ايه؟ مش بتستخدم اوتو ترانسفورمر. في حاله انت مستخدم اوتو ترانسفورمر، في التيار هيقل مقدار اكس، ده بتاع الموتور، التيار بتاع السبلاي هيقل مقدار اكس تربيع، التورك بتاع الستارتنج هيقل مقدار اكس تربيع. فنفس المشكله، انت قللت التيار بتاع الموتور، قللته شويه، بس في نفس الوقت انت عملت ايه؟ قللت معاه العزم بتاع مين؟ العزم اللي الموتور المفروض بيطلعه، تمام؟ فدي المشكله بتاعتك، دي الميزه، ديت مين؟ ديت المشكله، تمام؟ الطرق اللي بعد كده اللي انا بعمل ايه؟ قلنا ان انا بدل ما بغير الجهد بعمل ايه؟ بزود المقاومه. فبزياده المقاومه R1 او R2 المفروض ان ايه؟ المفروض ان التيار بتاع الستارتنج هيقل. بس نيجي نبص للتورك بتاعنا. لو انا زودت الR1 التيار بتاعنا هيقل، تيار الستارتنج. بس هنيجي نبص للتورك هيحصل فيه ايه؟ تيار اي R1 ديت هتزيد، فالمقام بتاعك هيزيد، فيحصل فيه ايه؟ التورك الستارتنج هيحصل فيه هو كمان هيقل، ماشي؟ فار 1 هي كمان بتقلل لك مين؟ بتقلل لك التورك بتاع الستارتنج. لو جينا نبص للار 2 بقى، ار 2 موجوده هنا في البسط وفين؟ في البسط وفي المقام، موجوده في البسط وفي المقام. ولان التاثير بتاع البسط اكبر من تاثير مين؟ من تاثير المقاومه في المقام، ولان التورك بتاعنا بيحصل فيه ان هو بيزيد. دي الطريقه الوحيده ان هي بتزود لك مين؟ بتزود لك التورك بتاع الستارتنج، وفي نفس الوقت بتقلل لك مين؟ تيار الموتور، بتقلل لك تيار الموتور لان دي موجوده في المقام هنا، موجوده في المقام بتاع الاي ستارتنج. فانت لو زودتها، لو زودت دي، انت قللت مين؟ قللت تيار بتاع مين؟ تيار الستارتنج. موجوده هنا في التورك، موجوده في الباص وفين؟ في المقام. فانت التاثير بتاع اللي هو في الباص دوت اكبر من التاثير بتاع المقام، فلاقي ان التورك بتاعك بيحصل فيه ايه؟ بيحصل فيه ان هو بيزيد. بيزيد بالشكل عامل ازاي بقى؟ لو فاكرين التورك ماكسيمم كنا كاتبينه من شويه، قلنا ان التورك ماكسيمم بيساوي 3 في فيز تربيع مضروبه او مقسومه على 2 اوميجا اس في الار 1 زائد الجذر التربيعي لار 1 تربيع زائد اكس توتال الكل تربيع. وكنا قلنا ان هو بيحصل عند سليب اللي هو الاس ماكسيمم تورك بيساوي ار 2 داش على الجذر التربيعي لار 1 تربيع زائد اكس توتال كل تربيع. انا بتكلم دلوقتي اللي انا بزود مين؟ بزود الار 2. اتفقنا مع زياده الار 2 بالنسبه للتيار، بالنسبه للتيار ده هيحصل فيه ايه؟ هيقل لان موجوده فين؟ موجوده في المقام. بالنسبه للتورك بتاع الستارتنج هيزيد. بالنسبه للتورك الماكسيمم بقى مفيش فيه مين؟ مش هلاقي فيه في القانون خالص ار مين؟ ار 2. فالتورك الماكسيمم هيدانه ثابت، التورك الماكسيمم دوت هيدانه ايه؟ هيدانه قيمته ثابته، التورك الماكسيمم هيدانه قيمته ثابته، بس السيب بتاعه اللي هو مكان حدوث الماكسيمم تورك هيحصل فيه ايه؟ هيتغير، ماشي؟ بمعنى ان هو مع زياده ار 2 هيحصل ايه؟ ان السيب بتاعتك هتزيد. هنا السيب كان بصفر، هنا السيب كان بواحد، فالسيب بتاعك هيتحرك ازاي؟ هيتحرك كده، ماشي؟ السيب بتاعك هيتحرك كده، فالكيرف كله هيتحرك ازاي؟ هيتحرك بالمنظر ده. فلاقي ان الكيرف بتاعك بدل ما كان بالمنظر ده في حاله ان انت بتستخدم ار 2 داش، لو انت زودت معاها مقاومه لان الكيرف بتاعك بدل عامل حاجه بيه بالمنظر ده، ان التورك الماكسيمم نفس التورك الماكسيمم بس اتغير ايه؟ اتغير مكانه، جه ناحيه مين؟ جه ناحيه الشمال شويه كده، تمام؟ ده بزياده مين؟ بزياده المقاومه. كل ما هزود المقاومه هلاقي ان التورك الماكسيمم بيحصل مكانه ان هو بيتغير، لغايه ما اوصل لقيمه مقاومه معينه هيكون عندها التورك الماكسيمم بيساوي التورك بتاع مين؟ بتاع الستارتنج. فيجي في مسائل يطلب الار 2 بتساوي كام؟ اللي يكون عندها التورك الماكسيمم بيساوي التورك بتاع الستارتنج. حد يقدر يقول لي هحلها ازاي؟ التورك الماكسيمم بيساوي التورك الستارتنج عند ار 2 بيساوي كام؟ يعني هو طالب دلوقتي ار 2، ماشي؟ طالب الار 2 بحيث ان يكون التورك الماكسيمم بيساوي التورك بتاع الستارتنج، ان هو هبدا اغير الكيرف كده لغايه ما اوصل للتورك الماكسيمم بيساوي التورك بتاع الستارتنج.
لان انا لو زودت المقاومه عن قيمه معينه هلاقي التورك الماكسيمم بيحصل فين؟ بيحصل بعد اللي هو قبل في المنطقه اللي هي هنا، تمام؟ اللي هو في قيمه معينه لازم نقف عندها بحيث ان انا ايه الزياده بتاعه المقاومه يعمل لك ايه؟ هيعمل لك ان التورك بتاعك يبدا يقل تاني. ان هو اي نعم هو كان بدا هنا بدا يزيد تورك الستارتنج بيبدا يزيد لغايه ما يوصل هنا للنقطه بتاعتك، وبعد كده هيبدا ايه؟ هيبدا يقل تاني. التورك الماكسيمم بيساوي التورك الستارتنج، قلنا ان التورك الماكسيمم بيحصل عند كام؟ التورك الماكسيمم بيحصل عند الستيب بتاعت الماكسيمم تورك. وانا عارف اللي هو دلوقتي انا بقول التورك الماكسيمم بيحصل عند الستارتنج، فاقول الستيب بتاع الماكسيمم تورك عند مين؟ عند سي بيساوي 1. واضح؟ عند الستارتنج عند التورك بتاع الستارتنج الستيب بيساوي 1. عند التورك بتاع الماكسيمم تورك اللي عارف اللي هو مين؟ عارف القانون بتاع الستيب بتاع الماكسيمم تورك اللي هو بالقانون ده. فكل اللي انا هعمله ان انا هساوي الستيب بتاع الماكسيمم تورك مع الستيب بتاع الستارتنج، وانا عارف الستيب بتاع الستارتنج بيساوي كام؟ بيساوي 1. فانا هساوي القانونين مع بعض، اقدر اقول ان ار 2 داش على الجذر التربيعي لار 1 تربيع زائد اكس توتال تربيع بيساوي ايه؟ بيساوي 1. اقدر احسب مين؟ ار 2 ار، اقدر احسب ار 2 داش اللي هي بتساوي الجذر التربيعي لار 1 تربيع زائد اكس توتال تربيع. واضحه الحته دي؟ نبدا ناخد مسائل. حد عنده مشاكل في الستارتنج؟ ناخد مسائل. يعني لسه قرب اهو. قول يا رب، قول يا رب. انا ماشي وراهم. لسه لسه دكتور محمد ان شاء الله هيخلص اللي هو الاندكشن الاسبوع ده، وما اعرفش بقى هل هيكمل ولا مش هيكمل، بس لسه يعني هو الاسبوع ده شغالين، هما الاثنين شغالين. خير خير يا شباب، معلش نكمل. مدينا اندكشن ماشين بحيث الاندكشن ماشين دوت شغال دايركت اون لاين، بحيث ان هو في حاله ان هو دايركت اون لاين بيسحب تيار بيساوي 200 امبير. جه قال ان هو بدل ما هو بدل شغال دايركت اون لاين استخدم معاه اوتو ترانسفورمر، بحيث ان نسبه التحويل بتاعته بتساوي نص، ماشي؟ فعايز يحسب التيار بتاع الموتور بيساوي كام، وتيار السبلاي هيساوي كام، ماشي؟ يعني هو بيدينا موتور قال لك ان هو في الحاله الطبيعيه من غير ما يستخدم معاه اي طرق بدء بيسحب تيار بيساوي في الستارتنج بيساوي 200 امبير. جه عمل عليه استخدم اوتو ترانسفورمر قدامه بنسبه تحويل بتساوي نص، عايز يحسب تيار الموتور بيساوي كام وتيار السبلاي بيساوي كام. اتفقنا في الاوتو ترانسفورمر ان احنا كنا بنعمل ايه؟ كنا بنحط اوتو ترانسفورمر قبل الموتور، هنا الموتور، وقلنا ان تيار الموتور بيقل، ان هنا الفي فيز، الفي فيز بيقل، الفي فيز بتاع الموتور بيقل مقدار اكس، فتيار الموتور بيقل مقدار قد ايه؟ تيار الموتور بيقل مقدار اكس من تيار الدايركت مين؟ دايركت اون لاين. وقلنا ان التيار اللي ماشي هنا المفروض ان هو هيكون اقل من تيار الموتور، فالمفروض ان هو هيقل بكام؟ بمقدار اكس تربيع من الاي دايركت اون لاين، تمام؟ ان هو بيساوي اكس في تيار مين؟ في تيار الموتور، ان هو اقل من تيار الموتور بمقدار اكس، فاكس في تيار الموتور اللي هو بيساوي اكس تربيع في الاي دايركت مين؟ في الاي دايركت اون لاين. فاقدر اقول ان تيار الموتور بيساوي مين؟ تيار الموتور بيساوي اكس في الاي دايركت اون لاين، وهو مديك الاي دايركت اون لاين مباشر ومديك الاكس ايه؟ مباشره. اقدر اقول ان هي بيساوي نص مضروب في كام؟ نص اللي هي نسبه التحويل مضروب في ال 200 اللي هي الاي دايركت اون لاين، هيطلع معاك بيساوي 100 امبير، تمام؟ واضحه دي؟ تاني حاجه عايز تيار السبلاي اللي هو التيار المسحوب من السبلاي اللي هو التيار ده، فالتيار دوت بيساوي اكس تربيع في الاي دايركت اون لاين، اي دايركت اون لاين بيساوي 200، الاكس بتساوي نص تربيع، اقدر اقول ان هي بيساوي ربع في ال 200 هيطلع معاك بيساوي 50 امبير، ماشي؟ ففي حاله انت بتستخدم
اوتو ترانسفورمر بتقلل التيار بتاعك بتاع اللي هو مسحوب من السبلاي لمقدار 50 بدل ما كان 200، وبتقلل تيار الموتور بدل ما كان 200 بتقلله كام؟ بتقلله ل 100. تمام؟ حد عنده مشكله في المساله دي؟ ناخد المساله الاخيره. بيعطي اندكشن ماشين بحيث ان التورك الماكسيمم كعلاقه في التورك الفول لود بيساوي 2.5، المقاومه ار 2 داش بتساوي 4 من 100، المقاومه اكس 2 داش بتساوي 4. عايز يحسب التورك بتاع الستارتنج كنسبه من التورك الفول لود بيساوي كام؟ في حالة إن أنت مستخدم دايركت أونلاين، يعني مش مستخدم أي طرق بدء، الحالة التانية مستخدم فيها ستار دلتا، الحالة التالتة حالة أنت مستخدم أوتو ترانسفورمر بنسبة تحويل بتساوي علامة 6.5. ماشي، هو كل اللي معتهولك معتلك التورك الماكسيمم بتاع الموتور كدلف مين؟ كدلف التورك الفول لود، ومعتلك من البارامتر اللي هو الار 2 داش والاكس 2 داش، وبالتالي واهمل مين؟ اهمل باقي كل ايه؟ بارامتر اكس 1 بتساوي 0، ار 1 بتساوي 0، واهمل كمان مين؟ اهمل بتوع الكور. ماشي، فهو كل اللي اديهولك ار 2 ومين؟ واكس 2. تمام؟ هنحط القوانين بتاعتنا عشان نبدا نحل، وعايز القانون بتاع التورك الستارتنج والقانون بتاع مين؟ التورك الماكسيمم، ونبدا نعوض فيه. القانون بتاع الستارتنج قلنا ان هو نفس القانون، نفس القانون ان هو بيقول ان هو 3 بالفي فيز في الار 2 داش على اس، والاس بيساوي 1، وأوميجا تحت في المقام أوميجا اس مضروبه في مين؟ مضروبه في الار 1 زائد الار 2 تربيع زائد اكس توتال، اللي هي بتقول لك ان هي اكس 1 زائد اكس 2 الكل تربيع. تمام؟ اتفقنا ان احنا اهملنا ار 1 واهملنا مين؟ واهملنا اكس 1، لانه مديك مين؟ مديك اكس ار 1 ار 2 واكس 2 بس، فهو اهمل مين؟ اهمل المقاومات الثانيه. فالقانون بتاعك بقى عباره عن 3 في فيز في ار داش تربيع على اوميجا اس في ار 2 داش تربيع زائد اوميجا اس زائد المين؟ زائد الاس اكس كام؟ الاكس تربيع. تمام؟ القانون بتاعك بقى في المقام بتاعه ار داش تربيع واكس 2 داش ايه؟ تربيع. ماشي؟ تاني حاجه التورك الماكسيمم، القانون اللي احنا حافظينه المفروض حافظين ان هو التورك الماكسيمم بيساوي 3 في الفي فيز على 2 في الاوميجا اس مضروبه في ار 1 زائد الجذر التربيعي لار 1 تربيع زائد اكس توتال اللي هي اكس 1 زائد اكس 2 الكل ايه؟ كل تربيع. نفس الحكايه، مهمل الار 1 مهمل الار 1 مهمل مين؟ مهمل اكس 1، فلان المقام بتاعك عباره عن مين؟ عباره عن اكس 2 تربيع تحت الجذر، اللي هي هتبقى عباره عن مين؟ عن اكس 2 لوحدها. تمام؟ اللي هي عباره عن اكس 2، واشيل كل الكلام ده. ماشي؟ فالتورك الماكسيمم لو انا جيت اجيبه اللي هو عباره عن 3 في فيز تربيع على 2 اوميجا اس في الاكس 2. تمام؟ نبدا بقى نعوض بالكام اللي عندنا. التورك الستارتنج هيطلع معاك بيساوي كام؟ التورك الستارتنج طبعا دي تربيع، الفي فيز دايما تربيع. التورك الستارتنج بيساوي كام؟ 3 في الار 2 ديت عندك ما عندكش في فيز وما عندكش الاوميجا اس، فانا هجيبك علاقه في الفي فيز تربيع على مين؟ على اوميجا، على اوميجا اس. 3 في الار 2، ار 2 عندك اللي هي ب 4 من 100، فهتقول ان هي عباره عن 3 في 4 من 100 على الكلام ده كله عندك اللي هو معاك ديت ب 4 من 100 ومعاك ديت بكام؟ ب 4. ماشي؟ اللي هي 4 من 100 تربيع زائد 4 تربيع. الكلام ده كله
مضروب في الفي فيز تربيع على مين؟ على الأونجاز. مضروب في الفي فيز تربيع على الأونجاز. تمام؟ هيطلع معاك بيساوي علامة 0.75 في الفي فيز تربيع على الأوميجا على الأونجاز. ماشي؟ بالنسبة للتورك الماكسيمم أنا عارف ديت، عارف ديت، عارف الإكس، الإكس اللي هي بتساوي 4، فهيطلع معاك بيساوي كام؟ 3 على 2 في 4 اللي هي هتطلع معاك 3 على 8 في الفي فيز تربيع على على مين؟ على أوميجا على الأونجاز. تمام؟ ابدا بقى اشوف الحسابات بتاعتنا. عايز اول حساب اللي هو في حاله انت مستخدم دايركت اونلاين، ففي حاله انا مستخدم دايركت اونلاين عايز اجيب مين؟ التورك الستارتنج على تورك الفول لود. في حاله انا مستخدم دايركت اونلاين فانا مش عامل اي تغيير في الحاله بتاعتنا، مش عامل اي تغيير في الجهد او في المقاومات، فانا هستخدم مين؟ هجيب اللي هو التورك الستارتنج على التورك بتاع الفول لود، والتورك بتاع الفول لود بيساوي مين؟ التورك بتاع الفول لود بيساوي التورك الماكسيمم على كام؟ على 2.5. تورك الماكسيمم على 2.5 بيساوي القانون ده على كام؟ على 2.5. فانا هقول ان هو بيساوي التورك بتاع الستارتنج عندك ان هو بيساوي 75 من 1000 في الفي فيز تربيع على الاوميجا اس تي فول لود اللي هو التورك الماكسيمم اللي هو عباره عن تورك الماكسيمم على 2.5 اللي هو 3 على 8 في 2.5 في الفي فيز تربيع على الاوميجا اس. هلاقي ان الجزء ده طار مع الجزء ده، هتبقى معاك شويه ارقام وتصفيها هيطلع معاك في الاخر ان هو بيساوي 0.5. تمام؟ واضحه ديت؟ واضح الجزء ده؟ هو ده دلوقتي؟ ان انا حطيت القانون بتاع تورك ستارتنج، حطيت القانون بتاع تورك ماكسيمم، عوضت باللي انا عارفه، بقى لي داله في مين؟ في الفي فيز على الاوميجا اس، ونفس الكلام هنا بقى لي داله في مين؟ في الفي فيز على الاوميجا اس، قسمت الاثنين على بعض طلعت معايا ان هي بتساوي كام؟ الاثنين دول اتطاروا مع بعض، وده معايا اللي هو رقم ان هو مين؟ 0.5. تمام؟ في حالة انا مستخدم بقى ستار دلتا، اتفقنا في حالة انا مستخدم ستار دلتا ان انا ببدا في الاول ستار وبعد كده بكمل ايه؟ بكمل دلتا. فالتورك بتاع الستارتنج هيحصل في ايه؟ هنا في حالة بقى الستار دلتا ان انا بعمل ايه؟ اقول ان تورك الستارتنج على تورك الفول لود. تورك الستارتنج اقل مقدار كام؟ اقل مقدار التولت الستار دلتا في تورك الستارتنج اقل مقدار كام؟ التولت. فانا الباص بتاعي هيضرب في كام؟ الباص بتاعي دوت هيضرب في التولت. فانا هقول ان هو بيساوي التولت في الاي دايركت اون لاين اللي هو انت حسبته فين؟ اللي هو دوت اللي هو بيمثل لك مين؟ ده بيمثل لك الاي دايركت اون لاين. تمام؟ بالنسبه لتورك الفول لود، فتورك الفول لود ما حصلش فيه ايه؟ ما حصلش فيه تغيير، لان ببدا الاول بستار وبعد كده برجع تاني للدلتا، فبرجع تاني لايه؟ للشكل بتاعي. فتورك الفول لود زي ما هو اللي هو مين؟ اللي هو نفس الرقم ده، فنفس مين؟ نفس المقام. فلاقي ان الرقم ده هيضرب في كام؟ النص ده هيضرب في كام؟ هيضرب في تولت، اللي هو ضربت البسط في تولت وقسمت على مين؟ على نفس المقام، فهتلاقي ان هو بيساوي نص على الثلاثه اللي هو هيطلع معاك بيساوي سوتس. تمام؟ هيطلع معاك في الاخر ان هو بيساوي سوتس في حاله الستار دلتا. نفس الحكايه في حاله ان انت بتستخدم اوتو ترانسفورمر. ففي حاله الاوتو ترانسفورمر هي الستار دلتا اللي هو التورك بتاع الستارتنج، بس بدل ما هي عباره عن تولت عباره عن ايه؟ عباره عن نسبه متغيره هو بيديها لك، هي بتساوي كام؟ بتساوي 65 كل تربيع. فاقدر اقول ان التورك الستارتنج في حاله الاوتو ترانسفورمر بيساوي الاكس تربيع في التورك بتاع الدايركت اون لاين بتاع الستارتنج. التورك بتاع الدايركت اون لاين بتاع الستارتنج اللي هو 85% في الفي فيز تربيع على الاوميجا اس، هضرب في مين؟ 65%. هضرب 65% تربيع مضروبه في مين؟ مضروبه في علامه 0.75 في الفي فيز تربيع على اوميجا ام اس. التورك بتاع الفول لود نفس الحكايه، انا بخرج اللي هو الاوتو ترانسفورمر بعد التشغيل، فانا برجع لمين؟ برجع للتورك بتاع الفول لود اللي هو مين؟ اللي هو نفس مين؟ نفس المقام، فلاقي ان الباص بتاعها هيتضرب في كام؟ هيتضرب في 65%. فلاقي ان هو عباره عن التورك بتاع الستارتنج في الحاله ديت على التورك بتاع الفول لود عباره عن نص اللي هو نفس الرقم ده مضروب في كام؟ مضروب في 65% كل تربيع. تمام؟ اللي هو التورك بتاعك هيقل مقدار 65% كل ايه؟ كل تربيع. حد عنده مشكله في المساله دي؟ ماشي؟ كده يعتبر السكشن خلص. ماشي؟ ممكن تقفل.